السلام الله عليكم وبركاته مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا بكم معنا بمستهل حلقة هذا المساء من برنامج المشهد. في هذه الحلقة نتطرق لقانون حماية المستهلك الأخير الذي صادق عليه البرلمان الموريتاني. يسعدني أن أستضيف لنقاش هذا الموضوع الأستاذ سيدي والحد المستشار القانوني لوزير التجارة والسياحة. أهلا بك أستاذ الفاضل. شكرا جزيلا لكم على قبول الدعوة. هذا قانون تقدمت به وزارتكم من أجل سد النواقص التي تلاحظون في القوانين التي تحاول حماية المستهلك. ما السياق الذي جاء فيه هذا القانون وما الإضافات التي أتى بها؟ شكرا. أولا أشكر قناة المرابطون على هذه السانحة. شكرا. للحديث عن السياق الذي جاء به قانون حماية المستهلك الجديد، يمكن أن نتذكر معا أن حماية المستهلك كانت تنظم ضمن الكتاب الخامس من مدونة التجارة التي صدرت بموجب القانون رقم 005/2000 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000. ضمن الكتاب الخامس كانت توجد بعض المواد التي تقوم على حماية حقوق المستهلك، لكن نظرا للتطور الزماني والتطورات التي تحدث في شأن تنظيم السوق وفي شأن المنتجات وكذلك آليات عرضها ومواصفاتها والتطور التكنولوجي الذي يواكب وحدات الإنتاج التي تقوم على صناعة هذه السلع، لم تعد تلك المواد القانونية الموجودة في مدونة التجارة التي صدرت قبل 20 سنة لم تعد كافية وكفيلة بحماية المستهلك في هذا المجال. وعلى هذا الأساس وخصوصا مع مجيء النظام الجديد الذي كان 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 له الدور الأساسي في جعل قطاع التجارة يشهد عملية بعث جديدة، وخصوصا الإرادة الصادقة والقوية لمعالي وزير التجارة والسياحة الذي كان له الدور الأساسي في عملية تحيين ومراجعة والنظرة الثاقبة لقطاع التجارة. علق كان في طور إعداد الاستراتيجية التجارة تم التطرق إلى المرتكزات القانونية التي تقوم عليها هذه الاستراتيجية، فتمت ملاحظة نواقص قانونية قد تؤثر، لا أقول تعيق، لكن قد تؤثر على الاستراتيجية الطموحة التي رسمها قطاع التجارة. وبذلك تمت اللفتة إلى أن توجد حاجة ماسة لإعداد قانون جديد يواكب هذه الاستراتيجية ويواكب كذلك التطورات السريعة والمتسارعة في المجال التجاري. هذا هو السياق الذي جاء فيه إعداد هذا القانون. ما يخص الإضافات، إذا كانت هناك إضافات أتى بها هذا القانون، يعني هذا النواقص التي حاول القانون أن يكملها. هذا القانون أتى بالكثير من من من, من الإضافات الجديدة حيث أنه يكمل ما كان مرتب في مدونة التجارة. قبل أن نذهب إلى ما أتى به القانون، هناك سؤال يطرح، ربما يطرحه المشاهد وحتى المستهلك الذي هو مستهدف بهذه القوانين. كانت هناك قوانين قبل هذا القانون، هل طبقت القوانين؟ وجدت من أجل أن تطبق وأن يسرع على تطبيقها حتى تكون رادعة لمن لا يردعه سواها. هل ما كان موجودا من القوانين لحماية المستهلك طبق حتى نأتي بجديد، أم أننا نأتي بقوانين تتم المصادقة عليها لكن تبقى في الدهاليز لا تطبق؟ لا، القوانين التي كانت موجودة وخصوصا القوانين التي تخص حماية المستهلك كانت تطبق وما زالت إلى حد اللحظة تطبق، لكن يجب أن تفهم مع السياق التاريخي الذي جاءت فيه. تطورت وسائل العرض، تطورت وحدات الإنتاج، تطورت مواصفات السلع وكذلك الخدمات، بحيث أن الترتيبات القانونية القديمة التي وضعت منذ 20 سنة لم تعد قادرة على المواكبة، وهذا هو اللي جعل أن نقوم بمراجعة حيث أن نوضع قانون جديد يكون قادر على مسايرة ومناظمة السلع والخدمات واضح. والتطور. طيب نتطرق الآن لما أتى به هذه القوانين، من الجوانب التي رأيتم فيها نواقص تحتاج فعلا إلى 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 إضافات وإلى مكملات وإلى مواد جديدة؟ شكرا. بخصوص النواقص، أول نواقص كانت ملاحظة هي آليات تنظيم الأسواق، حيث أن لم يكن القانون القديم يوجب الترخيص لكل المحلات التجارية وكذلك محلات مقدمي الخدمات. ما جاء به القانون الجديد هو أن جميع المحلات التجارية اللي تقدم البيع بالجملة والبيع بالتجزئة وكذلك محلات اللي تقدم الخدمات عادت ملزمة بالتصريح،
حيث أنه يكون القطاع قادر على تنظيمها. ما جاء به جديد وخصوصا كان في النواقص وكان موجود مواد قانونية بمدونة التجارة تحرم بيع المواد المنتهية الصلاحية، لكن عدنا نلاحظ خلال التطبيق أن يخلق شبه تحاير شنه كيف على أن لين يحس في طرف من السوق لما قيوم بحمل ينزع المواد المنتهية الصلاحية من الأرض من الأرض ويوضعوها ما هو مكان الأرض ويقول لك هذه مواد انتهت صلاحيتها وإحنا لا هنا إحنا طرحناها ما لنا بايعينها. القانون الجديد جاب على أنك جميع المواد إلين تنتهي صلاحيتها قبل انتهاء صلاحيتها يلزمك بأنك تصرح عند قطاع التجارة المصالح المعنية بأن مازال شهر مثلا أو كذاش مازالت مدة أن عندك مواد منتهية الصلاحية تبادر بها قبل انتهاء صلاحية وأنك حيازتك المواد منتهية الصلاحية في محل البيع أو محل الإنتاج أو محل سواء ما هو مكان عرض جريمة سواء حيازتك له تعتبر وقائع، يقول النص تعتبر وقائع تشكل غش ويعاقب على أساس أنها وقائع تشكل غش لأنك ما صرحت بها قبل انتهاء صلاحيتها. وفم إجراءات سيقام بها ستطبق خلال المقرر يتنص عليه القانون هي يطبق ينظم الإجراءات اللي يتم بها سحب المواد المنتهية الصلاحية التصريح وآليات سحبها وتدميرها وحرقها. يرى البعض أن هذا القانون من ضمن الأمور الجديدة اللي ما كانت خالقة. والله للأمانة نحن قط مرت بنا فترة في على ما أعتقد أنها في الثمانينات أو في التسعينات كان عندنا عقد مع شركة على جميع المعابر اللي جمعها المواد الغذائية. ينقال لها شركة تقوم علاش؟ تقوم على تفتيش ورقابة المنتجات اللي داخلها من حيث الجودة وانتهى ذاك العرض. الآن سدا لذلك جاء القانون الجديد وش يقول عن جميع المصالح المعنية على انها تعود قبل مصالح الضرائب وقبل مصالح الجمارك تقوم بتفتيش السلع الواردة إلى التراب الوطني وتحدد المعابر اللي تمر بها المواد الغذائية. وإذا كانت لا تفي بالمواصفات والشروط اللازمة فعلا الوزير المكلف بالتجارة يتخذ قرار إما بسحبها وإما بشي يقولون الإعادة القسرية تتم إعادتها، وهذا قبل أن تشرع بالإجراءات الضريبية من جمركية وضرائب أخرى قبل ولوجها للسوق. طيب هذا فيما يخص إضافات التي يأتي بها القانون الجديد. يرى البعض أنه هذا القانون هذا جزء منها يغرق عموما القانون. يرى البعض أنه تطرق فعلا للمواد الغذائية بصورة خاصة وكأن المستهلك لا يستهلك سوى المواد الغذائية، غفل المواد الأخرى، مواد دراسية، مواد استهلاكات الأخرى الكهربائية، جميع المواد التي يستهلك المستهلك غفل عنها هذا القانون، وهي من ضمن القوانين التي في دول الجوار في المغرب في الجزائر حتى في السنغال. القوانين التي تحمي المستهلك تتطرق لها بعقوبات واضحة وهي فعلا من المواد التي يستهلك أي مستهلك. طيب هذا الناس اللي طرقت لذا ربما يكون والله من الأكيد أنه في حسن نية يظهر عجلوا ما قرأوا، هي حتى قاعد في المادة الأولى شو تقول يطبقوا هذا القانون على جميع السلع والخدمات. كذلك في المادة كذلك في المادة هو مفصل، ما هو مادة فصل كله عن أمن منتجات الصناعية والخدمات. شوف في اثناء خلش يقولوا لفنيات صياغة النصوص القانونية هذا يقدروا يعرفوه الاختصاص وهو شيء يخلق فيه إياك ما يخلق شيء قال وتنازع بين القوانين. يعد كان عندك نصوص موجودة يجب أن يتم ترتكز عليها وتكمل ذيك النواقص. نحن كان موجود عندنا قانون ينقال له القانون المتعلق بالمواصفات والجودة، القانون رقم 003/2010 الصادر بتاريخ 14 يناير 2000 وهذا خاص بالمواصفات والجودة. تم عدل له شيء في المادة 37 قال له رانفوا لإحالة لذاك النص وكأن ذاك النص عاد من صيب. لكن أستاذ وأنتم أدراء القوانين أيضا تتطلب الدقة، ليست من المواد الأدبية التي تحتمل الضبابية، لابد من الدقة وتحديد المفاهيم حتى لا هذا دقيق. هو شو يقول تقول مادة 37 واسمح لي نقرها لك واضحة. في حالة ما إذا كانت النصوص التشريعية لا تنص على إجراءات أخرى من أجل تحديدها يتم وضع وتحديث معايير السلامة للمنتجات الصناعية والخدمات بناء على طلب الوزير المكلف التجارة من خلال المصالح المكلفة بالمواصفات وذلك طبقا للإجراءات المنصوصة عليها في القانون رقم 003/2010. كذلك شوف معايا في الفصل الأخير المتعلق بالأحكام الجزائية إلين نرجع للفصل المتعلق بالأحكام الجزائية نرجع للمادة مثلا
77 شو تقول يعاقب على عرض أي منتج في السوق يتضمن تكوينه منتجا كيميائيا أو بيولوجيا أو فيزيائيا يزيد عن النسبة المسموح بها. هذا قد يطبق مثلا على العطور، مثلا قد يطبق على 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 مثلا مواد التنظيف كلها اللي تعود عاد فيها زيادة غير مسموح بها، هي ما هي مواد ضيائية تصنف معايا للمادة الأخرى. يعاقب على استيراد وعرض أي منتج في السوق تكون ملصقاته كاذبة، مثلا كيفاش تكون أنت مخرج شيء أبسط من ديسك فلاش ديسك هذا اللي تجبر عليه على أنه سعته 4 جيجا، الديرو إذا هو 2 جيجا، هذه الملصقات اللي عليه ملصقات كاذبة كفيلة بها المادة 79 اللي تعاقبها ب20,000 إلى 200,000 أوقية جديدة والحبس من 30 يوما إلى سنة وبإحدى هاتين العقوبتين. هذا ترون أن الانتقاد الذي وجهه للقانون في هذا الإطار لم يكن صائبا، ربما لم يكن دقيقا بالأحرى. لا لم يكن دقيقا، لا الناس اللي قدمت الانتقاد اللي ترجع للقانون وتقراها بتأني. طيب يقولون أن هذا القانون أيضا تطرق إلى الخبرة ولم تطرق إلى المخابر ولم يتطرق إلى الخبرة، والقوانين في دول الجوار أيضا تتطرق إلى ماني فاهم. أنا شخصيا لا أستطيع أن أميز ما بين المخابر والخبرة. كيف المخابر قائمة مستوى الخبرة التي يجب أن تتوفر عليها المخابر حتى تقدم خدمة معينة بجودة معينة؟ ما يخص المخابر ينص على المخابر تكون مواصفات تكون في مواصفات معينة، نص على مستوى معين تكون عليه مخابر حتى وطنية وكانت دولية حتى تقدم الخدمة المطلوبة بمستوى معين. صحيح. ضبابية في التعريف، تحدث لك البعض أن القانون فيه ضبابية في التعريفات، مثلا رأى البعض أن التعريف للمستهلك هو كل فرد، هذا القانون عرف المستهلك هو كل فرد يشتري خدمة أو سلعة معروضة للبيع، هذا القانون الموريتاني عرف لها. يرى البعض أن التعريف الأشمل هو ما جاء به القانون الجزائري مثلا، هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجاني سلعة أو خدمة، هذا التعريف أشمل. هنا يقول لك كل شخص نقرأ لك التعريف. المستهلك هو كل فرد، والفرد يمكن وصف الفرد بالشخص الطبيعي، لكن ترى أستاذ معي أنه أشمل منه. مثلا القانون الجزائري يقول لك هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجاني سلعة أو خدمة، لا ترى أنه أشمل من هذه كل فرد من حيث الصياغة. أنا أرى على الفرد تشمل الشخص الطبيعي لبيرسون فيزيك ولبيرسون مورال. هذه بعض من الاستشكالات التي يثيرها البعض من رأي الانتقاد. طيب هذا القانون مثلا الإشهار، هل تحدث عن الإشهار؟ العقود هذه كلها مما يدخل في الاستهلاك. لا، الإشهار عنده قانون خاص، قانون خاص بالإشهار، موجود قانون خاص بالإشهار، وكذلك العقود المبرمة عن بعد مثلا، جميع قوانين حماية المستهلك في الدول المجاورة. الأقل أنا طلعت على القانون الجزائري يتحدث عن العقود المبرمة عن بعد من المادة 25 إلى 44، هذا القانون الجزائري يتحدث عن العقود المبرمة عن بعد، وهي فيها اختلالات كثيرة وفيها تحايل حتى على المستهلك الكبير، كان ينبغي على القانون أن يتطرق لها على الأقل بمستوى من الحسم والتوضيح. أنا ظاهر لي على أنه يالله تنفهمه على أن السياق اللي جاء فيه ذا القانون على أنه سياق احتياجات القطاع معين في مجال خدمة المستهلك في مجال تنظيم سلع والخدمات. وبالتالي نحن هذه تجربة بدائية في ذا المجال، وإعداد النص أول مرة يحدث نص خاص بحماية المستهلك، وبالتالي كان التصور ينصب إلى حقوق لحماية حقوق المستهلك بمجال الذي قالوا الإعلام سواء كانت المواصفات السلعة أو كان عرض أسعارها. هذا هو السياق العام اللي جا فيه، وكذلك تنظيم الخدمات المقدمة، وحاول على أنه ينصب في ذا السبيل. استسمحوك نأخذ فاصلا قصيرا نواصل بعده نقاشنا. أنتم مشاهدي الكرام، فاصل قصير نواصل بعده حلقة المشهد لهذا المساء، لا تذهبوا بعيدا. لمواجهة تهديد فيروس كورونا في بلادنا، تدعو وزارة الصحة جميع المواطنين إلى الإطمئنان وتوخي الحيطة واحترام الإجراءات الوقائية التالية: غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو بمحلول معقم، تغطية الأنف والفم عند العطاس أو السعال بباطن المرفق، استخدام المناديل لمرة واحدة ورميها بعد الاستعمال في سلة الأوساخ،
تجنب مصافعة الآخرين عند الشعور بالحمى والسعال والعطاس والاتصال بطبيب. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم الأخضر التالي. أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد في الجزء الثاني والأخير من حلقة المشهد لهذا المساء. ضيفي كما أسلفت الأستاذ سيدي الحد المستشار القانوني لوزير التجارة والسياحة، والموضوع أيضا كما أسلفت هو قانون حماية المستهلك الجديد. أهلا بكم أستاذي الفاضل من جديد. كنا نتحدث تحدثتم عن القانون عن الإضافات التي أتى بها، أتى مكملا لبعض القوانين التي سبقته، وهذه من خصائص القانون، تأتي مكملة لقوانين قبلها. أيضا تحدثنا بعد ذلك عن ملاحظات قدمها بعض المختصين أو بعض المهتمين بالمجال، تحدثنا عن بعضها، رددتم على بعضها. يرى البعض أن القانون لم يتطرق لحماية المستهلك من خلال الامتناع عن تقديم خدمة أو تقديم سلعة معينة، امتناع عن البيع. هل كان هذا معاقبا في القوانين التي سبقت هذا القانون؟ موجود معاقب مدونة التجارة الكتاب الخامس لامتناع عن البيع. طيب هو القانون هذا أتى فقط مكملا، قلتم بأنه أتى في سياق تكميل، لا ترون أن الأولى ونحن في عالم مضطرد يشهد تطورا كبيرا على مستوى السلع ومستوى التعامل حتى عن بعد التسوق الافتراضي إلى آخره، لا ترون أنه كان الأفضل وأن يأتي شاملا لكل هذه الجوانب؟ وهذا سهل، قوانين يتم الحرص على صياغتها وبعدها تطبق انتهى كل شيء. أنا حسب رأيي لأنه هذا قانون، هذه ما هي مراسيم، وهذا القانون يحتوي على ينص على 10 مقررات تطبيقية وخمس مراسيم تطبيقية، وبالتالي من طبيعة القوانين دائما أنها تأتي بالقواعد العامة أو باللغة الأخرى اللي ما هي لغة قانونية بالخطوط العريضة القواعد العامة، وتأتي المراسيم والمقررات التطبيقية للتفصيل. رائع جدا. للتفصيل، وهو ينص رغم أنه 93 مادة ينص على 10 مقررات تطبيقية وخمس مراسيم على ما أعتقد تطبيقية، وستكون كفيلة بتغطيتي كل ما يقال انه نوا او تقولون انه نواقص في الوقت الذي لا نرى انه نواقص. نحن هنا لا نتبنى رايا، نقول رايا الجهه المهتمه. الرأي للراي الذي يقول انه فيه نواقص، هي ما هي نواقص، هو قانون ويأتي بالخطوط العريضة ويترك المجال للمراسيم التطبيقية والمقررات. أنا قلت لك على أنه نص قانوني 93 مادة يحتوي على 10 مقررات وخمس مراسيم تطبيقية. يعني هذا القانون يمكن أن يوجد فيه مثلا تنصيص أو إسقاط لكل حادثة إذا حدثت في إطار مراسيمه التي بوب عليها. أكيد. مثلا أي تحايل على مستهلك من طريقة يمكن أن يرجع إلى القانون وأن توجد له صيغة يتم إنصافه بها حتى يفهم المشاهد معنا بصيغة مبسطة. على ما أعتقد أثناء الإعداد له تم التفكير بكل الاحتمالات وحاول القانون أن يسد كل المنافذ والثغرات بحيث لا يمكن أن نتصور أي نوع من أنواع التحايل ورضي الشيء إلا وكان القانون كفيلا بردعه. القانون المغربي مثلا طلعت على جزء منه، تحدث عن الشروط التعسفية، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في العقود. هل في القانون الموريتاني مثلا أمور مشابهة؟ يلزم القانون المغربي مثلا بأن تكون شروط توافقية وأن تكون ليست على مصلحة أي طرف، لا بد من التوازي فيها واحترام المستهلك. لا، بالنسبة للعقود عندهم نصوص من قانون الإلزامات والعقودية، وكذلك العقود التجارية عندهم منظومة من القانونية، والعقود في مجال الاستثمار لها نصوصها. هون ما يخص مجال حماية المستهلك، ما فهم العقود يكون عقود البيع. عقود البيع ذائعة أو الشائعة، ولا يمكن أن يكون فيها تعسف، يمكن أن يكون فيها تحايل، يمكن أن يكون فيها غش، يمكن أن يكون فيها خداع، وكل ذلك جاء القانون لردعه وسد الباب أمامه. طيب هل ترون مثلا أن قانون حماية المستهلك الآن في موريتانيا أصبح قانونا مكتملا يمكن الاعتماد عليه في حماية المستهلك؟ هذا القانون هو الآن قانون، لأنه قدم الجمعية الوطنية وتمت المصادقة عليه وتم توقيع لإصداره من قبل رئاسة الجمهورية وكذلك معالي الوزير الأول ووزير التجارة. لكن القانون ينص على أجل 6 أشهر حتى يكون نافذا، ويقال له أجل النفاذ حتى يكون نافذا، والقصد من ذاك أنه يعدل. إياك تخلق في هذه الفترة حملة تحسيسية وتعبئة
للمستهلك وكذلك للباعة، لأن السلعة كما تعلم تمر بمرحلة من الحلقات آخرها هو البيع بالتجزئة، ويحتاج كذلك للتعبئة لأنه هو العرضة وهو الواجهة دائما وعرضة لهذه العقوبات. صحيح. وبالتالي يحتاج لياك تطبق عليه القانون يكون حصل له العلم، حصل له التثقيف والتعبئة، وهذا هو دور قطاع التجارة والسياحة وكذلك دور جمعيات حماية المستهلك، تثقيف المواطن وتحسيسه بذا القانون وكذلك المعنيين به، سواء الباعة بالتجزئة أو البيع بالجملة أو مقدمي الخدمات وكذلك المستوردين. على ذكر القوانين، يطرح السؤال القديم المتجدد وهو إشكالية التطبيق أو عوائق التطبيق. نحن ما شاء الله لا تنقص الترسانات القانونية، لكن الإشكال الحقيقي هو في تطبيق على أرض الواقع. ربما دائما تبقى القوانين وفي الدروجات والمكاتب غير قادرة السلطات على تطبيقها أو متغافلة عن تطبيقها، وهي إشكالية كبيرة جعلت المستهلك والمواطن يفقد الثقة في القوانين. هل من ضمانات لتطبيق هذه القانون وعدم الضمان عدم تكرار التجارب مع الأمور السابقة؟ أنا بعد اللي قد نتكلم لك عنه على أن في قطاع التجارة والسياحة حدث العكس، على أن ما نحن ما كانت مشكلتنا تطبيق القوانين، لا بعد أن دائما نعود على خط التماس ما بين القانوني والشرعية واللا شرعية، بحيث أن القوانين اللي كانت عندنا ما كانت كافية، وكانت الأوامر صريحة مع علي الوزير، وكانت عنده حساسية مفرطة من العمل خارج القانون، وبالتالي كانت كل أوامره دائما مذيلة باحترام القانوني والقواعد القانونية، وبالتالي الإرادة موجودة. السوق سوق مفتوح يحتاج الكثير من التنظيم، في كثير من المخالفات، وكانت القواعد القانونية الموجودة اللي كانت موجودة من سنة 2000 لم تعد تواكب، بحيث أننا أدنى ما مشكلتنا ما هي تطبيق القانون، لا بل أننا أدنى هي نتخطاه، هذا هو اللي جعل أننا نجبره قانون جديد إياك قد يواكب. هذا من بعض من ناحية. ناحية أخرى، تحدثتم عن إلزامية الترخيص للمحال وأماكن تقديم الخدمات. القوانين اللي عندنا هنا تطرح مشكلة، وهي عرقلة الإجراءات، فهم طول الإجراءات وفهم عرقلة حتى تجعل الإجراءات العادية عندنا فيها شوي من العرقلة وفيها عدم التبسيط، بينما في الدول الأخرى أحد يحتاج ترخيص يتقدم به في ظرف ساعتين، وربما إلكترونيا يتقدم طلب إلكتروني ويحصل على ترخيص وينطلص. إحنا هون عندنا سحب مستخرج، سحب كارداندية وباسور، أي شيء ليقص حد إدارة عنده عرقلة وطير له روزة ويمشي. عندكم عن عندما يعود ملي مشكلة فيه المواطن عن يعود ترخيص البوتيك يوحل فيك الإجراءات وما يعنينا خلاك منهم. شوف، هذا هل من ضمانات هذا التخوش كان موجود عندنا أثناء إعداد القانون، وهذا هو اللي جعلنا نعطوا أجل ست أشهر ما هو إلا لتثقيف وتحسيس المواطن وكذلك الباعة، كذلك لجعل القطاع المعني في الجاهزية وهذا هو اللي جعل أننا نعطوا أجل ست أشهر، وأكد له على أن إن شاء الله تعالى سيكون القطاع في كامل الجاهزية، رغم الوسائل اللي ما زالت حتى الآن محدودة جدا، لكن الإرادة موجودة والطموح موجود، وسيكون إن شاء الله بعد 6 أشهر في كامل الجاهزية لإعطاء التراخيص في الوقت المناسب وبكل مرونة إن شاء طيب. الله. ما دمتم جعلتم الأمر في الحسبان، لابد أنكم اتخذتم الإجراءات من أجل تفاديه. الوزارة شهدت في الأونة الأخيرة حراكا قويا، محاولة ضبط الأسعار، محاولة حماية المستهلك من تضارب الأسعار ومن جشع بعض التجار. أين الوزارة من ذلك، وهل هي مستمرة في نفس النهج، وأين كانت قبله، أين كانت وزارة التجارة والسياحة قبل 3 أشهر أو 4؟ نبدأ من حيث انتهيت. كانت وزارة التجارة والسياحة طبعا كانت وزارة التجارة كيف باقي القطاعات التجارية كلها، لكن كي قلت لك على لا تنسى على أنك دير لي خط تحتك عملية بعثة جديدة لقطاع التجارة والسياحة، وخصوصا الإرادة الصادقة والعزيمة القوية والسهر خارج أوقات الدوام في الأوقات كلها، على أن لابد من إحداث نقلة نوعية في خدمة المواطن، وهذا هو اللي جعل على أن هذا لا مجرد جانب قانوني، وفيه يوسر رايب عن الإعلام، الجوانب الأخرى، جوانب العمل، جوانب المداومة في الليل، جوانب نجات هذه الجائحة، كان ما كانت عائق من خلال العمل، لأن كانت الوزارة جميع موظفيها بما فيهم الوزير التواصل عن طريق الواتساب، التواصل عن طريق البريد الإلكتروني، العمل خارج أوقات الدوام. نحن في وزارة التجارة ما كان عندنا دوام، هذا ياسر منه ضايب عن الإعلام، ولا هدفنا أن يظهر في الإعلام يكون ذوك الرسائل اللي نختاره تظهر إياك توصل المشاهد المواطن، لأن الغرض من اللي يظهر إعلاميا شنو؟ نحن ما نظهر شيء إعلاميا على صفحتنا، ولا في الإعلام يكون نحملين رسالة تعبئة وتحسيس إياك ترضع
بعض الباع خصوصا اللي يظهر اعلاميا ان ذاك اللي بجانب حمايه المستهلك جانب العمل الاخر ما في شيء قط ظهر يظهر حد من وزاره التجاره يعرف على انها ما كان عندها وقت دوام. كنت تتم دائما تلفونك طرح حذاك، دائما اتصالات في اي وقت، دائما العمل، دائما تبادل المساجات، دائما التواجد مباني الوزاره يوم السبت يوم الحد في الليل في كل الاوقات. وهذا هو اللي جعل أن لابد من تخلق، لأن الإرادة إرادة صادقة، أن لابد من تخلق نقلة نوعية في مجال خدمة المواطن. هل الوزارة ماضية في قضية ضبط الأسعار ومحاربتها أم أنها سترضخ للضغوطات والحرب مع بارونات المال كما يصفهم البعض؟ أنا ما ظاهر لي أن هذا اللي ينقال أن فهم بارونات الضغط. الوزارة ما عليها أي ضغط، الوزارة عندها نصوص قانونية وعندها التزامات واردة في برنامج حكومة معالي فخامة رئيس الجمهورية وكذلك توجيهات معالي الوزير الأول. فهم التزامات أمام المواطن وفارض عليهم تنفذ طبقا للنصوص الموجودة وتنفذ طبقا لما يخدم المواطن. ما فهم أي ضغوط. وشوف الشهر الماضي على ما أعتقد تمت مراجعة مرسوم إلزامية التصريح في المخزون بحيث أنه ما كان يفي، كانت في عقوبات مشددة للموردين. إذا ما في ضغوط، لا توجد أي ضغوطات. الضغط الموجود هو الإحراج من قلة ما يقدم خدمة للمواطن. هذا هو اللي يضغط علينا، لا حاجة المواطن لنا وكيف نقدر نخدمه. ما فهم شيء ثاني. الوقت انتهى. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ سيدي والحد المستشار القانوني لوزير التجارة والسياحة. شكرا جزيلا على قول دعوة سعة الصدر. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام، إلى أن يضمني وإياكم لقاء آخر في حلقة أخرى من برنامج مشهد نناقش فيها موضوع آخر. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.